تأملات حول ذكر الصلاة في القرآن الكريم. أولا، الله يصلي على الإنسان. البقرة الآية 157: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأحزاب الآية 43: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صلاة الله والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نموذج الكمال البشري. الأحزاب الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الرسول على الناس التوبة الآية 99: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا أنها قربتهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. التوبة الآية 103: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم. التوبة الآية 84: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صلاة الكائنات الأخرى، كل الكائنات في العالم. النور الآية 41: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. حتى الكفار يصلون. الأنفال الآية 35: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الصلاة آمرة، أي تأمر بالفعل، فالفعل الذي يأتي بعد الصلاة يكون متأثرا بالصلاة. هود الآية 87: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هدف إقامة الصلاة الذكر. طه الآية 14: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لاحظ هنا اللام السببية. إقامة الصلاة من الحسنات فعليها حسنات. هود الآية 114: وأقم الصلاة رفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر منها. العنكبوت الآية 45: اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اقتران الصلاة بالصبر فهو دائما يأتي قبلها، وكأن الصبر هو الذي يمهد للصلاة. البقرة الآية 45: واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرة إلا على الخاشعين. البقرة الآية 153: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اقتران إقامة الصلاة بالصبر والإنفاق يأتي بعدها والصبر قبلها. الرعد الآية 22: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الحج الآية 35: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اقتران إقامة الصلاة بكف اليد والإنفاق. النساء الآية 77: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذ فريقا منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليلة والآخرة خيرا لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. اقتران إقامة الصلاة بالقول الحسن والزكاة. البقرة الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى
اليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اقتران الصلاة بالقنوت والمحافظة، البقرة الآية 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حفاظ. اقتران إقامة الصلاة بالإنفاق قبلها وبعدها، البقرة الآية 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اقتران إقامة الصلاة بالتقوى، الأنعام الآية 72. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. اقتران إقامة الصلاة بالإمساك بالكتاب قبلها والأجر بعدها وعليها، الأعراف الآية 170. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالصلاة من الإصلاح. اقتران الصلاة بتعمير مساجد الله والإنفاق وعدم الخوف إلا من الله، التوبة الآية 18. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مقترنة بالزكاة وتعمير مساجد الله قبرها. اقتران إقامة الصلاة بعمل الصالحات والزكاة والأجر، البقرة الآية 277. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إقامة الصلاة والإنفاق دليل على التوبة والإسلام، التوبة الآية 5. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. التوبة الآية 11. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اقتران إقامة الصلاة بولاية المؤمنين لبعض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التوبة الآية 71. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئكم سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اقتران إضاعة الصلاة باتباع الشهوات، مريم الآية 59. فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية. الخلف وانحرافه وأثره عن السلف، بعد أن أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات. اقتران إقامة الصلاة بالتمكين في الأرض، الحج الآية 41. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اقتران إقامة الصلاة بالإنابة إلى الله والتقوى وبالدليل على عدم الشرك، الروم الآية 31. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. اقتران إقامة الصلاة بذكر الله والزكاة، النور الآية 37. رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. استخدام الصلاة للدلالة على المواقيت، النور الآية 58. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اقتران إقامة الصلاة بالاستجابة لله والشورى والإنفاق، الشورى الآية 38. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صلاة المنافقين، النساء الآية 142. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وسنجد أن الصلاة ذكرت مقترنة بالإنفاق كثيرا، وهنا مقترنة بالإنفاق
الإنفاق فقط وربما أشياء أخرى. البقرة الآية 3: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. البقرة الآية 43: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. البقرة الآية 110: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعلمون بصير. وهنا ذكر أن الصلاة خير يقدم إلى الله عز وجل. النساء الآية 162: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مقترنة بالزكاة وبالأجر. المائدة الآية 12: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لأين أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد دل سواء السبيل. مقترنة بالزكاة. ولاحظ هنا أنها تكفر السيئات. المائدة الآية 55: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مقترنة بالزكاة وولاية الله عز وجل. الأنفال الآية 3: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. التوبة الآية 54: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مقترنة بالإنفاق والنفاق في كيفية أدائها. إبراهيم الآية 31 ومرتبطة بحبط العمل كمان، يعني عملية عدم تقبل منهم. إبراهيم الآية 31: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل. الأنبياء الآية 73: وجعلناكم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مقترنة بالزكاة ووصفها بالعابدين ومقترنة بفعل الخيرات. الحج الآية 78: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مقترنة بالزكاة وولاية الله. النور الآية 56: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. مقترنة بالزكاة وطاعة الرسول. النمل الآية 3: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. مقترنة بيقين بالآخرة وهنا إقامة الصلاة. لقمان الآية 4: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. مقترنة بالزكاة وباليقين بالآخرة. فاطر الآية 18: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. مرتبطة بالزكاة عن النفس وتطهيرها. فاطر الآية 29: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مقترنة بقراءة القرآن والزكاة والتجارة مع الله عز وجل. المجادلة الآية 13: أأشفقتم أم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبيرا بما تعملون. مقترنة بالزكاة. المزمل الآية 20: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مقترنة بالزكاة. ما نقدمه لله من خير وبالأجر على ذلك الخير.
البينة الآية 5: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مقترنة بالزكاة. النمل الآية 3: الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. مقترنة بالزكاة. شروط الصلاة: العقل والطهر. النساء الآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. القصر في الصلاة. النساء الآية 101: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صلاة الخوف. النساء الآية 102: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراءهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذ حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الصلاة قضاء وقيام وذكر الله وميقات الصلاة. النساء الآية 103: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوضوء أو التيمم شرط الصلاة. المائدة الآية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. النداء إلى الصلاة. المائدة الآية 58: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الصلاة والخمر. المائدة الآية 91: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الصلاة بعد الموت. المائدة الآية 106: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أمر اليهود بالصلاة. يونس الآية 87: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. دعاء إبراهيم بالصلاة. إبراهيم الآية 37: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء إبراهيم. إبراهيم الآية 40: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. دعاء إبراهيم. أمر الرسول بصلاة خاصة. الإسراء الآية 78: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أمر عيسى بالصلاة ووصية لعيسى بأمر أهله بالصلاة مقترنة بالزكاة. مريم الآية 31: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصية لعيسى. مريم الآية 55: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أمر الأهل بالصلاة. طه الآية 132: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر الأهل بالصلاة. وصية لقمان لابنه بالصلاة. لقمان الآية 17: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصلاة للنساء. الأحزاب الآية 33: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن
الصلاة وآتين الزكاة وأطعمن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خطاب موجه للنساء ومقترنة بالزكاة. صلاة الجمعة 61، الجمعة الآية 9: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلاة الجمعة 62، الجمعة الآية 10: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صلوات الحج الآية 40: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. المؤمنون الآية 9: والذين هم على صلواتهم يحافظون، الحفاظ على الصلاة. الأنعام الآية 92: وهذا كتاب أنزلناه مباركا مصدقا الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة ويؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يصلي آل عمران الآية 39: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لاحظ أن الله كلم يحيى، كلم زكريا عن طريق الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهنا معنى للصلاة بأنها تواصل بين الإنسان وربه. صفات داخل الصلاة: المؤمنون الآية 2: الذين هم في صلاتهم خاشعون. المعارج الآية 23: الذين هم على صلاتهم دائمون. المعارج الآية 34: والذين هم على صلاتهم يحافظون. الماعون الآية 5: الذين هم عن صلاتهم ساهون. مصلى البقرة الآية 125: وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. المصلى صلاتي الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الجهر والخفوت في الصلاة. الإسراء الآية 110: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعون فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. المعارج الآية 22: إلا المصلين. المدثر الآية 43: قالوا لم نكن من المصلين. القيامة الآية 31: فلا صدق ولا صلى. الأعلى الآية 15: وذكر اسم ربه فصلى. العلق الآية 10: عبدا إذا صلى. الماعون الآية 4: فويل للمصلين. الكوثر الآية 2: فصلي لربك وانحر. من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للدكتور حسن حنفي، القاهرة، دار رؤية، نيو بوك للنشر والتوزيع، 2018، صادر 452-453. من الباب الرابع: الخيال والوعي الخلقي. رابعا: الخيال المغترب. 2: الصلاة والعبادة والدعاء. ألف: الصلاة. وقد ورد اللفظ الصلاة 100 مرة في صيغ اسمية، 88 أكثر منها فعلية، 12 مرة. صلى 100، صلاة 67، صلاتهم 6، صلوات 4، صلى صلاتك المصليين 3، يصلوا يصلي المصليين 2، نصلي يصلون صلاتي مصلى 1. وهي موضوع أكثر منها فعل ذاتي، والمعنى الشائع هو ربط الصلاة بالزكاة، فالصلاة زكاة الروح والزكاة زكاة المال. الصلاة حق الله والزكاة حق الإنسان، وقد يسبق الصلاة والزكاة والتوبة وينتج عنهما الترابط الاجتماعي ويسبقهما الإيمان والقول الحسن. يكمل الصلاة والزكاة، فالصلاة علاقة بالله والزكاة علاقة بالآخر، والقول الحسن علاقة بالاثنين. والصلاة تهذيب للأخلاق وتمنع عن الفحشاء وتحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم يحدث بدأ المجتمع في الانحلال والتاريخ في الانهيار. والصلاة هي التأمل والتدبر والسمو بالروح والمحافظة على الصلاة في أوقاتها. وتقرن الصلاة بالصبر أي بالقيم الأخلاقية، ف
فهي ليست مجرد أداء شكلي، والصلاة على المتقين سكن لهم وإقامة، والناس تتجه إلى من يقيمون الصلاة، ففيها قوة جذب. والصلاة مسؤولية فردية وعمل حر لا شأن له بالذرية، وهي تدريب على الإحساس بالزمان والحفاظ على الأعمال في أوقاتها، وهي ليست مانعا عن القتال، ثبات الصلاة وحركة القتال، ولا تمنع عن أخذ الحذر وحمل السلاح. فلا صلاة ولا صدقة، مما يدل على ارتباط الصلاة بالصدقة، ولا يصلى على المكذبين، ولا يستطيع أحد أن ينهي أحدا عن الصلاة.